طيب تمثل الحل تبع الإليمنت، صح يا شباب؟ تمام. اوكي طبعا تمام. المفروض انكم انتم متذكرين الإليمنت، حكينا الإليمنت إله بداية ونهاية اي وجي، وإله طول، وإله البعد البدائي من نجم زلو بقامس اكس اي واكس جي، وإله الحل عند البداية والحل عند النهاية، ومعادلته شو بتكون؟ لينير. معادلة خطية هيها، صح ولا لا؟ تمام. حكينا، واخر شيء قلنا بدنا نغير شويه بالتسميات، يعني هاي اللي جوا هاي الفانكشنات الصغيره بدنا نسميها ان اي، وهاي شو بدنا نسميها؟ جي لاحظوا شكل ان اي بكون اكس جي ماينس اكس، بينما ان جي بكون اكس ماينس اكس اي. انتبهوا. تمام. تمام. سميناه هذول الشيب فانكشن اللي مكتوب عليه اي هون ريبريزنت النود اي، وهذا الشيب فانكشن ريبريزنت النود جي. فالمعادله الخطيه صارت ابسط شكلها بالكتاب يعني. تمام. تمام. كل واحد فيكم المفروض عارف ضمنيا شو يعني ان اي وشو يعني ان جي، عارف انه ان اي وان جي هم هذول المعادلات. تمام. تمام. تمام يا شباب. اوكي. لحديت هون احنا ما طلعنا عن مستوى الصف العاشر بالمعادلات الخطية. تمام. تمام. هلا نكمل. هلا بدنا نحكي شوية عن الشيب فانكشن هذول. هلا الشيب فانكشن يا شباب، مين بيقول لي اللي بدي ارسمه كيف بده يرسم؟ هاي شو هون؟ جي. شي. انا بدي ارسم مين؟ بدي ارسم هلا الشيب فانكشن ان اي لحاله. مين بقول لك كيف؟ مين بتوقع كيف شكله؟ طبعا لا تنسوا انه المسافه من هون لهون شو هي؟ اكس كيف بتكون قيمه الاكس هون؟ اكس اي اكس اي. والمسافه من هون لهون كم؟ اكس جي اكس جي. طيب كيف برسم الشيب فانكشن؟ قول يلا. عفوا سامع. لينير مهندس خط مستقيم لينير بس له صفات معينه. مين بيحكي معي؟ أكوز هاكوز لينير، بس اتذكر معادلته. هي معادلته يا هاكوز، هيها ان اي اكس جي ماينس اكس في اكس جي على اكس جي ناقص اكس اي، صح؟ طب حاول عوض، حاول مره عوض اكس اي مره عوض اكس جي فيها، في السند الاستنتاج واضح معين صريح. السند دائما لازم يطلع زي هيك، صح؟ صحيح. قيمة هاي كم؟ ايش هي؟ قيمة هون كم؟ واحد هون كم؟ بين الموت نعم شباب؟ طب ليش هذا الحكي؟ هذا مين بيمثل هذا يا شباب؟ الخط؟ او ان اي. مين بيحكي لي ليش؟ مين بيفسر لي اياه ليش؟ ليش دائما قيمته بين الصفر والواحد؟ أنا حاب أعرف مهندس، والله مش عارف ليش. حاب تعرف هالدرجة هي صعبة؟ لا بس يعني عشان المعادلة اللي كاتبينها فوق انه اكس جي ناقص اكس على
اكس جي ناقص اكس اي يكون بالعادة بين جي واي اكس جي ماينس اكس على اكس جي ناقص اكس اي اكس جي ناقص اكس اي فاكس بالعادة بتكون بين جي واي يا حكوز تعال نعوض فيها مين اكس اي شو بصير عندي اكس جي ماينس اكس اي على اكس جي ماينس اكس اي شو بيطلع جواب واحد واحد تعال عوض فيها العكس تفضل عوض معي تصير صفر على اكس جي ناقص اكس اي صفر صح؟ إيه المية تمام طيب وكذلك الحال يا شباب بدنا نوصل مين هسا صاحبه أخوه مين أخوه إنجي إنجي لأنه كل لأنه يا شباب كل إليمنت إله كم شيب فانكشن اثنين اثنين بس هون تذكير المعادلة تبعته إن جي X minus XI على XJ minus XI تمام؟ إذا بعوض فيها يصير عكس هذاك أكيد يعني إذا بعوض فيها XI شو بتطلع؟ صفر وإذا بعوض فيها J شو بتطلع؟ واحد إذا شو كيف بدأ يرسمها؟ من الاي للجي من صفر لواحد من الاي للجي هكذا صح؟ نعم أحسن تمام إذا هذا صفر واحد هون وهذا الاليمنت وهذا الاليمنت يمثل مين يا شباب؟ ان جي ال ان جي هلا انا بقدر احكي لكم قاعده حلوه عشان لما بتكون اذا حبيتوا ترسموا الشيب فانكشن بدون ما تتذكروا المعادله الشيب فانكشن واحد عند نوده بمعنى ان الاي وين بيكون واحد عند اكس الاي عند الاي عند النود اي تمام بكون صفر عند النود المضاد القاعدة بتقول لك بكون واحد عند نوده شو القاعدة؟ واحد عند نوده سامعها علي صوتك شوي كل واحد صوتك صوتك, صوتك مش مبين يا غازي هيك أحسن؟ لا ضبطه شوي كمان مهندس أنا شوي بدي ألزق من الكمبيوتر يعني طيب وين بكون واحد؟ عند نودو تمام يا شباب طيب هلا تعالوا نعمل كمان شغله جدا بسيطه مش معقده تعالوا نرسم الشيب فانكشن الاثنين على نفس الرسمه يعني هون مين بده احط انا هون ان بشكل عام تمام هاي اليمنت هاي النوت ايش يا شباب على البدايه شو بنحب نسميها احنا اي والنهايه جي جي وهاي طبعا انتم عارفين كلكم بدون ما بدكم يعني حدا يقول لكم كلكم عارفين انه الاليمنت هو الخط الواصل بيناتهم هذا الاليمنت شخصيا مش الحال تبعه تمام هلا تعالوا نرسم الان اي والان جي هذا الاليمنت انا يمكن لازم كبكتها شوي عشان اوضحها اكثر احسن
مهندس أحبيبي، سؤال فضولي، أنت شغال على الماوس؟ لا الماوس باد؟ شو هذا اللي طلع قبل هسه؟ بدي اقاطعك شوي، انت صف على جنب شوي. شو اللي طلع يا شباب؟ احنا مهندس مش مبين لنا اشي. لا غير طلعت، من وين طلعت؟ مش في اغاني سمعتها يا زيد؟ بس مهندس انا سمعت لو سمحت صاحب الاغاني ما تحطش اغاني. طيب ارجع لسؤالك، شو سؤالك انت؟ سؤال فضولي. بقول انت شغال على الماوس ولا على الماوس باد؟ لا على على عندي بن. اوكي، بقول مشان يعني تحكمك كويس سريع. فكرت على الماوس. لا هي زهر. اوكي طيب، هلا بدنا نرسم ان اي. ان اي كيف برسمه؟ واحد عند نده صح؟ اطلع فيه هيك يعني، تمام شباب؟ خلينا نحطهم بألوان مختلفة لكي تروهم جيدا. واحد عند نده تمام؟ والثاني وين بده يكون؟ واحد عند نده صح؟ هسه مين 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 الان اي ومين الان جي؟ الاحمر ولا الاخضر؟ ان اي اخضر. اخضر ولا احمر؟ اعترف الان اي. هذا مين هذا؟ هذا ان اي. هذا ان اي الاحمر. طبقت الان اي واحد عند نده. ايوه هذا ان جي. ان جي إذن أن at its own node شو بكون؟ has a value of شو يا شباب؟ one. طيب هيك إحنا بكون حكينا عن موضوع الـ shape function. بدنا نرجع بعدين نحكي عنهم تفاصيل أكثر كمان شوي، بس قبل هيك خلينا شوي نعطي مثال يوضح لنا شو صار الحديث هسه. شو رأيكم؟ أحسن بيصير. بيصير حابين ولا فيش داعي ولا أعملوا سكيبينج؟ حابين. حلو. طيب المثال شو بحكي يا شباب؟ example. تعرف شو مشكلة البنية؟ مين اللي كان فضولي؟ هاكوز. هاكوز انا صراحة بستخدم البن والماوس نفس الوقت، يعني بعمل سويتشنج. بس الكتاب اللي عم تكتبها هسه بالبن صح؟ ايه بكتبها بالماوس. وهذا الفضول انا كان انه كيف متحكم بالماوس لدرجة هيك؟ انت شو قلت عني بالاول؟ محترف. طيب to show the concept تبعت فاي اي. طبعا احنا اتفقنا من زمان انه فاي اي هاي قيمه ثابته للاليمنت صح؟ الحل عند البدايه صح؟ فاي جي الحل عند النهايه. وان اي هاي فانكشن. ها انتبهوا، ان اي فانكشن، ها لا تنغدروا، فلازم تحطوها باكس دائما عشان تتذكروا. بس انا دائما بحطها باكس، انا اليوم طالع ما راح احطها باكس، بس خلوها ببالكم شو هي اكس. ومين كمان؟ X I مين كمان؟ X J ومين كمان؟ وفاي بشكل عام للإليمنت as a function of X. ومين كمان ضايع عندنا شغلات نعرفها؟ كملوا معي. وفكرة إنه X I أقل من X عادية لا X J، يعني نعرف شو يعني X. تمام؟ أوكي تمام. هون النوت بالأزرق أحط لكم إياها عشان بعدكم تنسوا كثير.
are not functions يا شباب. تمام، هذا كله بدنا نعرف قصته الحكي. راح نعطيكم مثال جدا بسيط. نعطي ولا ما نعطي؟ نعطي. نعطي. أوكي. نعطي مثال، تكون الفاي عندي فاي X يا شباب لهذا الإليمنت، تمثل التمبرشر لهذا الإليمنت. منيح؟ مثال لما شاء التمبرشر مثلا.